اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول او في الفقره الاولى من ما قبل ثلاث ساعات ما قبل المباراه، دكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ مشرف ومنور. الحمد لله، سعداء جدا بوجودك معانا. انا احب احيي حضرتك على الحلقه بتاعت لاسارتي، حلقه بصراحه عالميه، واحيي كمان دكتور محمد العدل رئيس القناه. عاملين انتوا الاثنين بصراحه عاملين حاله في القناه في الفتره الاخيره، كل الموجودين في القناه الحقيقه عاملين شغل رائع الحقيقه. طيب قبل بس ما نكمل مع دكتور احمد، خلينا نروح لمراسلنا من اهلي نادي الجزيره. زي ما قلت لحضراتكم النهارده هنلف في كل مكان وهنلف في كل حته نشوف الناس اللي في نادي اهلي الجزيره، اعضاء الجمعيه العموميه عاملين ايه، مستعدين ازاي لهذه المباراه الهامه جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. نروح لمراسلنا شريف شعبان. يا شريف اتفضل. تحياتي لك كابتن اسلام، تحياتي للدكتور احمد ثابت، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه القمه. لا صوت يعلو فوق صوتك. يمكن كلاسيكو العرب زي ما بيقولوا، يمكن المباراه الاشهر في يمكن العرب كلهم، يمكن مباراه الاهلي وزمالك الكل عشاق صغير وكبير بيتابع هذه المباراه بشغف كبير، بيتابع ال 90 دقيقه اشغال كرويه شاقه زي ما معلقنا الكبير طبعا الكابتن ميمي الشربيني كان بيقول. يمكن الاجواء كلها بتقول ان في قمه قويه، الاجواء كلها بتقول يمكن من اول بوابات النادي وانت داخل من نادي الجزيره، الاعلام في كل مكان، العاملين يمكن بيبيعوا الاعلام في كل مكان، باب البحر، باب مستشفى المعلمين او شارع طبعا الراحل الكبير الكابتن صالح سليم اللي بخلفي تمثاله، يمكن من احد عظماء النادي الاهلي، يمكن بائع الاعلام في كل مكان، في المهندسين، في اكتوبر، في كل مكان، في مدينه نصر بائع الاعلام في كل مكان. هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي استعد لهذه المواجهه يمكن بحوالي 7 أو 8 شاشات ما بين عملاقة، ما بين شاشات صغيرة لراحة الأعضاء علشان يتفرجوا على المباراة بإذن الله يكون الأهلي ليه النصيب في الفوز بها. يمكن مدير المقر الأستاذ خالد مرسي، مدير الخدمات الأستاذ محمد الألف قالوا لي لغينا كل الأجازات، يمكن كل المنافس شغالة عشان خدمة الأعضاء يتفرجوا على هذه المباراة وهم مبسوطين. زي ما بقول لك من اول ما دخلت باب النادي الى الان وانا جوه النادي ما حدش بيتكلم غير على مباراه الاهلي والزمالك، الكل بيتوقع مين اللي هيلعب، اعمل فتحي في وسط الملعب ولا حسام عاشور، طب مين اقرب، مين البكرايت، مين حارس المرمى، مين هيبدا بيمين، بمروان ولا اجاييه ولا جيلاردو ولا ولا ولا، الكل بيتكلم في التشكيل، الكل بيتكلم على حاله لاسارتي وكله بيشيد بيها. كابتن اسلام الشاطر قالوا لي لازم تقول لي كابتن اسلام الشاطر حاله لاسارتي ولا اروع ولا اجمل حلقه للتاريخ زي ما بيقولوا، الكل بيران على الراجل ان لاسارتي النهارده هيكون لي اللي يمكن بارقة الامل، يمكن الاسرت هيكون ليه حجز داخل عشاق الاهلاويه اذا فاز اليوم على الزمالك. مباراه اهلي وزمالك شهاده ميلاد للكل، للمدرب، للاعبين، باذن الله باذن الله يكون القمه 117 وش الخير وش السعد على النادي الاهلي ويكون الفوز اليوم حليف للنادي الاهلي. يمكن دي كانت اجواءنا في نادي الاهلي الجزيره. عودة ليك مره اخرى كابتن اسلام، بالتوفيق وبالتوفيق لضيفك الدكتور احمد ثابت، بالتوفيق لزميلنا كريم باذن الله، مباراه ناجحه ولا اروع ولا اجمل، وباذن الله باذن الله يكون الفوز النهارده حليف النادي الاهلي. كابتن اسلام اتفضل. انا بشكرك جدا يا شريف على تغطيتك ل فرع النادي الاهلي في الجزيره، ودايما تطمنا كده. عايزين برضو كل نص ساعه ولا ساعه تقول لنا ايه الاجواء، هنيجي لك مره ثانيه نسالك عن اجواء فرع النادي الاهلي في الجزيره، تقول لنا ايه الاخبار هناك، ولان انا سامع ان الاعداد كبيره جدا او الاعداد بتتوافد على النادي بشكل كبير جدا عشان يتفرجوا على المباراه. نتمنى ان شاء الله انها تبقى مباراه ناجحه والنادي الاهلي يستطيع النهارده ان يفوز بثلاث نقاط هامه جدا. اشكرك يا شريف ودايما موجود معانا. دكتور احمد عايزين نتكلم عن هنتكلم عن الارقام وكل حاجه، ولكن عايز اقول لحضراتكم برضو بالمناسبه واحنا بنتكلم، احمد علاء، احمد الشيخ، كريم ندفد، هشام محمد وصلوا الى فندق الاقامه لمؤازرة زمايلهم. هي دي دائما روح النادي الاهلي، وهذا هو دائما اللي بينتظر جمهور النادي الاهلي من اللاعبين حتى اللي خارج القائمه، كل اللي خارج القائمه راحوا وبيؤازروا مجموعه اللاعبين المتواجدين. هم دلوقتي في محاضره فنيه، واعتقد ان بعد المحاضره الفنيه هيبقى من خلالها سيتم اعلان التشكيل الرسمي للفريق، ولو عرفناه هنبقى نقوله لحضراتكم مباشره. دكتور احمد أرقام كثيرة جدا في هذه القمة الكبيرة جدا ما بين الناديين الكبيرين سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك. في القمة 117 أهم الأرقام اللي عندك بالنسبة لك في الأول طبعا تاريخيا عن ناحية التاريخ قبل ما نتكلم في نقاط القوة والضعف. في ثلاث نقاط سريعة بس كده بالنسبة للتاريخ. أول حاجة النهاردة دي طبعا القمة 117، طب ال 116 اللي فاتوا في الدوري كانت نتائجهم إيه؟ النادي الأهلي كسب في ال 116 اللي فاتوا 43 ماتش، اتعادلوا 47، نادي الزمالك كسب 26 بس، النادي الاهلي احرز 143 هدف،
نادي الزمالك جاب 100 هدف. طب ايه الرقم في الحاجات ديت؟ الرقم النهارده النادي الاهلي ان شاء الله لو كسب هيبقى الانتصار رقم 100 على نادي الزمالك في جميع المواجهات سواء الرسميه او الوديه. يعني لو جمعنا سواء بقى هم لعبوا في كل البطولات، يعني لعبوا في الدوري، لعبوا في كاس مصر، لعبوا في دوري منطقه القاهره، لعبوا في كاس السلطان، لعبوا في دوري ابطال افريقيا، لعبوا في السوبر بالمباريات الوديه، هنلاقي ان المجموع كله 232 ماتش. النادي الاهلي كسب 99، نادي الزمالك كسب 57 بس، اتعادلوا 76. اذا النهارده ان شاء الله بالفوز باذن الله النادي الاهلي هيوصل للفوز رقم 100، ده رقم مهم جدا. تاني رقم معانا، الناس دايما تفتكر ماتشات الاهلي والزمالك، لكن لما ما تعرفش ايه النتيجه اللي دايما بتتكرر بشكل اللي في يعني في فوز الاهلي على الزمالك، اكتر نتيجه اتكررت ايه؟ اكتر نتيجه هي 2-0 اتكررت 23 مره بنسبه 22% ونص، 22.7% من نتائج المباريات، اكتر نتيجه 2-0، يليها 1-0، يليها 2-1، يليها 3-0. اذا اكتر اربع نتائج دول يهمونا قوي، يعني حصلت تاريخيا 2-0 اتكررت 23 مره، 1-0 اتكررت 17 مره، 2-1 اتكررت 16 مرة، 3-0 11 مرة. طبعا النتيجة الأكبر هي 6-1 في النادي الأهلي، طبعا في فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك. نعم. تالت معلومة معانا، كانت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك نزلت إن آخر ثلاث مباريات ما بين الأهلي والزمالك إن نادي الزمالك كسبهم، ورغم إن كان في مباراة السوبر انتهت بالتعادل وخلصت بركلات الترجيح. نتيجة التعادل طبعا بتتحسب، ركلات الترجيح مش بتتحسب فوز في الإحصائيات، فالمعلومة دي مش صح. طب تعالى نشوف بقى ايه الرقم الصح، ايه اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ النادي الاهلي. اطول سلسله لا هزيمه كانت يعني النادي الاهلي عاملها في الدوري، عاملها في الكاس، عاملها في دوري ابطال افريقيا. في الدوري كانت 16 مباراه، النادي الاهلي قعد من يوم 28 ابريل 1978 لغايه 21 سبتمبر 2015، 16 مباراه النادي الاهلي قعد 37 سنه وخمس شهور ما يخسرش من نادي الزمالك. دي اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ في الدوري. في الكاس برضو النادي الاهلي قعد 8 ماتشات، 17 من 17 سبتمبر 2007 لغايه 26 ابريل 2018. ايوه ديت كانت 8 مباريات، 10 سنين و7 شهور النادي الاهلي ما كانش بيخسر من نادي الزمالك. طب بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي عمره ما خسر من الزمالك في البطوله دي تحديدا، اتواجهوا 8 ماتشات من يوم 25 سبتمبر 2005 لغايه الوقت 13 سنه و6 شهور. ديت اطول سلسله لا هزيمه. لما تيجي تتفخر بحاجه لازم يعني تشوف الارقام الصح. النادي الاهلي قعد في الدوري 16 مباراه، في الكاس 8 مباريات، في دوري ابطال افريقيا 8 مباريات. دي كانت بس معلومات تاريخيه كده في البدايه. طبعا هنخش بقى على المقارنات. اول مقارنه معانا مقارنه ما بين لاسارتي وجروس في الدوري. ايوه ايه الفرق ما بين الاثنين في الدوري؟ طبعا لاسارتي من اورجواي، جروس من سويسرا. لاسارتي عنده 58 سنه، جروس عنده 65 سنه. نيجي لارقام لاسارتي هنلاقي ان هو لعب في الدوري 10 ماتشات، كسب 9 وخسر 1، نسبه الفوز 90%. اللعيبه مع لاسارتي جابت 20 هدف بمعدل هدفين في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي 6 اهداف فقط، الشباك النظيفه بتاعتنا كانت 5. نيجي بقى لجروس، جروس لعب 22 ماتش، كسب 16، اتعادل 5، خسر 1، كانت من مباراه النجوم. نسبه الفوز بتاعت جروس 72.7، بس بعدد مباريات اكتر، بعدد مباريات اكتر طبعا، اكتر ضعف تقريبا. اكتر من الضعف كمان. يمكن لعيبه الزمالك جايبين 50 جون، دي هنا النقطه المهمه قوي، ان هم ناحيه الخط الهجوم عندهم اقوى خط هجوم في الدوري، 50 هدف بمعدل 2.3، اعلى من ناحيه النادي الاهلي طبعا مع لاسارتي. ولكن النادي الاهلي بيتفوق في الدفاع، النادي الاهلي داخل فيه 6 اهداف بس في 10 ماتشات، نادي الزمالك داخل فيه 20 هدف في 22 ماتش، نسبه كبيره يعني تقريبا هدف كل ماتش، هدف كل ماتش تقريبا، شباك نظيفه 7 ماتشات بس. فده اللي احنا هنقول بقى ايه نقاط القوه. طبعا اول حاجه في نقاط القوه لما نيجي نعمل كده مخطط نقاط قوه، خلينا بس نتكلم الاول في الاثنين المدربين والمقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكريستيان جروس. هل عامل السن بيفرق ولا بالعكس دي البعض يقول لك ان هي خبره؟ لا بيفرق يعني. الراجل هتلاقي مثلا جروس لاعب دربيهات كتير، هتلاقيه لاعب دربيهات كتير، لكن لاسارتي ممكن يكون لاعب اقل. جروس كمان عنده كذا تجربه في الدوريات في سويسرا، في اكتر من في السعوديه. لاسارتي مثلا اول مره يدرب، اول مره في مصر، اول مره في قاره افريقيا، فيمكن اول ديربي ليهم. كمان النهارده لاسارتي في حاجه مهمه جدا،
لاسارتي عمل كل حاجه حلوه، لساله يكسب الزمالك دايما، اللي بيكسب الزمالك اي مدرب بيكسب الزمالك. انا من وجهه نظري بيدخل حتى الان لاسارتي يعني طور من اداء النادي الاهلي، وبكل امانه الواحد بيتكلم بكل امانه، طور من اداء النادي الاهلي وطور من شكل النادي الاهلي، ولكن في النهايه لم يحدث اي انجاز يعني. عشان يدخل لقلب جمهور النادي الاهلي تكسب الزمالك وتكسب افريقيا، الاثنين دول تحديدا يدخلوك قلب جمهور النادي الاهلي. فالنهارده ماتش مهم جدا لاسارتي عشان ان شاء الله يدخل قلوب بقى جماهير النادي الاهلي يعشقوه. طبعا الانتصار على الزمالك ده حاجه مهمه جدا جدا يعني بالنسبه لاي مدرب. يعني انت شايف ان عامل السن مش فارق كتير؟ لا لا، عامل السن مش فارق، ويعني باين الارقام بتبين ان جروس هجوميا مدرب بيهاجم بغض النظر عن الدفاع، دفاعيا ضعيف هجوميا قوي. لاسارتي عنده حته التوازن، هجوميا يعني المعدل يعتبر شبه قوي ودفاعيا قوي جدا. طيب في القمه 117 مهم جدا ان احنا نعرف الزمالك سجل 50 هدف، 50 جول، نسبه كبيره جدا من الاهداف، وده تدل على قوه خط هجوم نادي الزمالك او قوه الناحيه الهجوميه في نادي الزمالك. طبعا كيف سجل نادي الزمالك 50 هدف؟ دي اول حاجه طبعا يعني ايه، نبص كده على مخطط ازاي نادي الزمالك جايب 50 هدف في الدوري، ده يفصل لك ايه نقاط قوتهم. حطه لنا يا سمير لو سمحت لو معاك. اقوى النادي الزمالك جايب من ال 50 هدف 9 اهداف من ضربات جزاء، 9 اهداف من ضربات جزاء. ايوه، وده وبيطالبوا بحكام اجانب، يعني نسبه 18% من اهدافهم ضربات جزاء. يعني خلينا نتكلم في رقم 2. رقم 2 ضربات ركنيه، 7 اهداف من ضربات الركنيه. خلي بالك الراجل الجروس دوت حسن الزمالك بشكل ملحوظ جدا في الضربات الركنيه في الدربيات وفي المباريات اللي هي بتبقى الصعبه شويه، بتلاقي ان جروس يعني ماتش بيراميدز جابوا فيه جون من ضربه ركنيه، الماتش الاخير لو اللي هو ماتش المقاولين العرب الونش رفعها على القريبه، كهربا رفعها للونش على القريبه جابها جون. عندهم اتنين تكتيك في الضربات الركنيه، يا اما بتتلعب على القريبه للونش يا اما محمود علاء. حتى محمود علاء هداف الدوري من خلال الضربات الركنيه بضربات الراس وضربات الجزاء. مظبوط. رقم 3 تمرير طولي في العمق ليوسف اوباما، دي حاجه مهمه قوي، اللي هي الاحمر الفاتح على الشاشه، جايب 6 اهداف نادي الزمالك من خلال التمرير الطولي في العمق. اوباما دايما بيتحرك للعمق لمنطقه الجزاء، من احسن اللعيبه اللي بتكسر جوه منطقه الجزاء، ودي معانا صور ليها هنعرضها. بعد كده كهربا، يعني احنا اتكلمنا اول حاجه على اوباما، كهربا عرضيات كهربا نادي الزمالك جايب من خلالها 6 اهداف. تمرير طولي في ظهر الباك اليمين لكهربا 4 اهداف. اذا كهربا سلاح حاجتين، يا اما بيجيب اهداف يا اما بيعمل اسيست. بيجيب اهداف ازاي؟ ان هي بتتلعب له تمرير طولي في ظهر مثلا محمد هاني، يا اما هو كده بيجيب من خلالها اهداف، يا اما هو بيعمل اسيستات كتير. على فكره كهربا اعلى لاعب في الدوري عامل اسيست 10 اسيست من خلال العرضيات، كهربا مميز جدا بحته العرضيات. 6 اهداف لنادي الزمالك من خلال العرضيات. بعد كده برضو في طبعا عشان كده معدل كهربا اعلى لاعب في الدوري مشارك في اهداف هو كهربا، عامل جايب 10 تجوان وعامل 10 اسيست. بعد كده طبعا في تمريرات بالخطا من المنافس، في تمريره من فرجاني ساسي في ظهر الباك ليفت، في متابعه تسديدات. فدول يعني ده السلاح المهم، ازاي نادي الزمالك جاب 50 هدف نمره 1 ركلات الجزاء جايب من خلالهم 9 اهداف، نمره 2 الضربات الركنيه 7 اهداف، نمره 3 التمرير الطولي في العمق ليوسف اوباما، نمره 4 عرضيات كهربا، نمره 5 التمرير الطولي في ظهر الباك اليمين لكهربا. بما ان احنا اتكلمنا على التمرير الطولي في العمق، تعال نشوفه اوباما ازاي اوباما بيتحرك، بيبقى خافي ازاي، وايه ارقام اوباما. ارقام اوباما يمكن لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين ناصر ماهر صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا، وعلى فكره اعلى اثنين لعيبه في الدوري صناعه للفرص ناصر ماهر عامل 23 فرصه، يليه اوباما عامل 20 فرصه. فالمقارنه هتبقى نموذجيه ما بين الاثنين. يمكن السن، ناصر ماهر 22 سنه، اوباما 23 سنه، ناصر ماهر لاعب 21 ماتش جايب جون وصانع جون عامل 23 فرصه، المحاولات الاون تارجت بتاعه ناصر ماهر 11، لكن اوباما لاعب 21 ماتش جايب 8 اهداف نسبه كبيره جدا، ودي اللي احنا اتكلمنا فيها، صانع 5 اسيست، عامل كام فرصه؟ 20 فرصه. طب المحاولات الاون تارجت كام؟ 17. المقارنه اللي معانا على الشاشه هنلاقي دي اهم حاجه فيها، طبعا نبص على معدل اهداف اوباما هنلاقيه 8، الاسيست بتاعه 5 اكتر من ناصر ماهر، بيروح على الجون كتير، بيتحرك في العمق، لكن ناصر معدل صناعه الفرص بتاعته اعلى.
وبالتالي يبقى ناصر لازم يحسن من ان هو ازاي حته التسديد حته ازاي يجيب اجوان. ناصر ماهر لازم يطور من الحته دي. وعلى فكره برضه ناصر ماهر بيتظلم ممكن في المقارنه دي في حته ان ناصر ماهر مع لاسارت ما بيلعبش صانع العاب صريح. بيلعب كارتكاس ثالث يعني. طريقه الاهلي دايما 4 3 3 او 4 1 4 1 مع لاسارتي عمرو السليه مثلا ناصر ماهر وحمدي فتحي. فناصر ماهر تلاقيه دايما متجنح ناحيه الشمال شويه فما بيلعبش صانع العاب صريح عشان كده تلاقيه بعيد شويه عن منطقه الجزاء. فدي نقطه مهمه جدا. طب نيجي نبص بقى ايه اللي مخلي معدل اهداف اوباما بالشكل ده. لو عرضنا الصوره اللي بعد كده اوباما مميز قوي بحته الاختراق الطولي. الاختراق الطولي آه. بص حضرتك هتلاقي اللي عليه الدايره والسهم ده الكره ملعوبه له. ده ماتش الانتاج الحربي اتلعبت له خفي. دي مشكله اوباما طب بيتحرك كده تحرك خفي يعني وتتلعب له. ميزه بالنسبه لنادي الزمالك ومشكله ميزه طبعا مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. لو عرضنا برضو الصوره اللي بعد كده هنلاقي اهو اوباما هنلاقي عمر السعيد نزل سقط واوباما اتحرك في ظهره بتتلعب له تمرير طولي. عمر السعيد ينزل يسحب المساكين معاه وتتلعب تمرير طولي لاوباما. دي على طول جمله محفوظه محفظه لهم جروس. اذا لازم يكون في رقابه قويه جدا على اوباما. على فكره في نقطه مهمه جدا او تكون اصل خلي بالك الرقابه اللي هي المان تو مان. لا ارجع تاني يا سمير تخلي بالك لا تخلي بالك لانه الاماكن مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تمسك احمد ثابت الاسلام طبعا وتمسك سمير مش مان تو مان. يعني مش مفيش حاجه اسمها مان تو مان. انت في منطقتك انا بلعب عمرو السليه مثلا وجنبه حسام عاشور الاثنين دول يبقى كل واحد في المنطقه بتاعته بالمهام اللي محدده ليه ان هو يطلع لقدام يمسك كذا لو جاله هنا فرجاني. خلي بالك انت بتتكلم في اوباما وبتتكلم في كهربا وبتتكلم في زيزو هنرجع له هنروح له وكذا ولكن من وراهم الحقيقه اللي بيظبط كل الامور دي هو فرجاني ساسي طبعا واحد من اهم واخطر اللاعبين في نادي الزمالك. في برضه نقطه مهمه جدا انا اقصد اقول لك ان ما ينفعش حد يمسك حد طبعا. وجهه نظر يعني ممكن يكون هو عنده بس في بعض اللعيبه الخطيرين ممكن تحط لهم واحد قوي بدنيا زي فرجاني ساسي. يعني انا من وجهه نظري ممكن تقرب له واحد. ليه؟ لان فرجاني ساسي لما نجيب طيب لو فرجاني راح لعب ناحيه الشمال هتعمل ايه؟ هتخلي اللي بيلعب ده يروح الناحيه الثانيه. هو اصل هو طارق حامد دايما بيسقط لتحت. هم محفوظين. طارق حامد بينزل يسقط لتحت يستلم الهجمه وفرجاني ساسي هو اللي بيزيد. طارق حامد ما عندوش حته الزياده فدي نقطه مهمه جدا. يعني انا برضو عندي نقطه مهمه قوي ان كل نقطه قوه للزمالك نقطه ضعف في نفس الوقت. هقول لحضرتك ازاي. اوباما زي ما احنا اتكلمنا عنه الا ان اوباما برضو نقطه ضعف في بعض الاوقات. ازاي؟ اوباما لعيب مزاجي. لو مش في حالته يبوظ الفرقه كلها. يعني لو مش في حالته تلاقي هجمات الزمالك لو في حالته مش هيقطع على الجول مش هيقطع الدنيا بتتلعب هجمات الزمالك تبقى بطيئه مفيش سرعه تحول من الدفاع للهجوم. فدي برضو مشكله. نيجي للاعب الثاني الميزه الثانيه اللي هي كهربا. كهربا ارقامه لو عرضناها اللي هي ارقامه خطيره جدا يعني. كهربا اعلى لاعب في الدوري ثاني هداف الزمالك واكثر لاعب في الدوري عامل اسيست. كهربا لاعب 19 ماتش مسجل 10 و10 اسيست. راح على الجون كم مره؟ كهربا اكتر لاعب في الزمالك راح على الجون عمل محاولات على المرمى عامل 61 محاوله. رقم كبير قوي بنسبه نجاح واصله ل 40%. معدل محاولات كهربا كل 90 دقيقه. بس انا هنا برضو معلش يا احمد انا هنا في الموضوع ده تحديدا اذا كنت بتتكلم عن الناحيه الهجوميه ما خلي بالك هو كجناح ايسر له مهام دفاعيه طبعا وهي بالتالي هي نقطه ضعف كبيره. ما انا قلت لحضرتك كل نقطه قوه في الزمالك نقطه يعني ضعف. يعني انت هنا الارقام اللي بنتكلم عنها هي ارقام هجوميه فقط وبالتالي بتبان ان ايه هو طبعا كهربا لعيب كبير بس دفاعيا مش نفس لكن القوه. دفاعيا لا مش نفس القوه. هو نقطه ضعف كبيره جدا في نادي الزمالك طبعا. ما انا قلت لحضرتك كل نقطه قوه في الزمالك نقطه ضعف في نفس على العكس بقى مثلا لما تلاقي انت بتشوف رمضان صبحي بينزل بيرجع يرجع يدافع جيرالدو بيرجع جونيور اجاييه جيرالدو بيلعب كانه باك رايت وبالتالي هي الارقام اللي الدكتور احمد قايلها دي هي ارقام هجوميه كبيره جدا وهو لاعب كبير جدا كهربا ولكن في نفس الوقت برضه هناك ما ده اللي اكدت عليه حاجه كبيره جدا ان الناحيه الدفاعيه عند الناس اللي بيتكلم عنها سواء اوباما او كهربا بتبقى يمكن اوباما اكتر شويه من كهربا طبعا. يعني اوباما بيرجع اكتر شويه من كهربا يعني ده اللي اكدت عليه ان كل نقطه قوه نقطه ضعف في نفس الوقت. يعني احنا بنقول على كهربا ارقامه مميزه جدا ولكن في نفس الوقت دفاعيا ضعيف وهنبين بالحالات. يمكن طبعا ارقام اجايه بقى اجايه على فكره لو كان بيلعب من اول الموسم كان هيبقى هداف النادي الاهلي يعني اجايه بس عشان لعب متاخر شويه وقعد وقت طويل اجايه لعب 8 ماتشات بس جايب 4 اهداف رقم كويس جدا يعني تاني هداف الاهلي بعد مروان.
راح على الجون 12 محاوله، معدل محاولات 1.7. كهربا ميزته ان هو بيقطع لجوه منطقه الجزاء برده، من اللعيبه اللي بتتحول كمهاجم تاني لما عمر السعيد بينزل او خالد بوطيب بينزل، فكهربا بيروح على الجون كتير، دي ميزه كهربا. لكن دفاعيا من وجهه نظري ضعيف جدا، وخاصه كمان ان الجبهه الشمال في نادي الزمالك ثغره دفاعيه واضحه، عبد الله جمعه وكهربا ما بيرجعش يسانده، فبتبقى ثغره واضحه جدا. يمكن لو عرضنا الصور بتاعه كهربا، طيب اعرض لنا الصور بتاعه كهربا بعد كده نروح نشوف التقرير، اتفضل. ماشي، كهربا هنلاقي في كهربا هنلاقي يعني في مشكلتين. كهربا ما بيرجعش يساند، الصوره اللي بعدها بقى كهربا ما بيرجعش يساند، ادي من ضمن اللقطات. كهربا تمريره بالخطا في ماتش اتحاد طنجة المغربي، رجع لورا بيمرر الكره بالخطا، ارتدت بهدف. برضو كهربا مش بيساند عبد الله جمعه بالشكل الكافي في الدور الدفاعي. ودي نقطه مهمه جدا، زي ما قلت لحضرتك كل نقطه قوه عندهم بتمثل نقطه ضعف. قلنا على اوباما وقلنا على كهربا. طيب هنكمل كلامنا عن اهم الارقام للاعبي النادي الاهلي وللاعبي نادي الزمالك ونقاط القوه ونقاط الضعف، ولكن بما اننا بنتكلم عن نقاط القوه ونقاط الضعف نطلع نشوف اهم الاوراق الرابحه للفريقين او تقرير عن اهم الاوراق الرابحه للفريقين، ونرجع نكمل مع دكتور احمد سامي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في القمه 117. النادي الاهلي يلاقي نادي الزمالك في استاد برج العرب، القمه في تمام الساعه السابعه، يعني قدامنا ان شاء الله تقريبا ساعتين الى 10 دقائق وان شاء الله تبدا هذه المباراه. كنا بنتكلم قبل هذا التقرير عن اهم نقاط القوه والضعف، ولكن خلينا بقى نروح نتكلم شويه عن معركه وسط الملعب. معركه وسط الملعب ما بين غالبا الناحيه الثانيه نادي الزمالك هيلعب بطارق حامد وفرجاني ساسي بنسبه 98-99%، والنادي الاهلي حتى الان حسام عاشور وعمرو السوليه هم الاقرب. اجتهادات وليس بشكل رسمي، دي اجتهادات وليس بشكل رسمي. برضو كلمنا شويه عن معركه وسط الملعب. طبعا مباراه القمه اللي بياخد دايما وسط الملعب هو اللي بيكسب المباراه دايما، يعني كان دايما كابتن حسام غالي لما كان بيبقى موجود كان دايما بيدينا تفوق واضح في وسط الملعب في المباريات اللي هي القمه. النهارده طبعا عمرو السوليه وفرجاني ساسي الاثنين ادوارهم مهمه جدا سواء لنادي الزمالك او النادي الاهلي. فرجاني ساسي عنده 27 سنه وعمرو السوليه عنده 29 سنه. يعني فرجاني ساسي اصغر من عمرو السوليه. المشاركات بتاعه فرجاني ساسي لعب 18 مشاركه، يعني 18 مباراه ب 1491 دقيقه. نعم. فرجاني ساسي رغم ان هو لعيب وسط الا ان هو مسجل 6 اهداف وصانع 4 اهداف. عمرو السوليه بقى لعب 1329، يعني اقل مباراه، مسجل جونين وصانع جونين. طب اعتقد ان هو دول في الوقت الاخير اللي هو مع فتره لاسارتي. برافو عليك مارتن لاسارتي. مع فتره لاسارتي واضح جدا ان هو اتطور بشكل كبير جدا عمرو السوليه. نعم. عدد المحاولات بتاعت فرجاني ساسي 36 بنسبه دقه 47%، عمرو السوليه 16 بنسبه دقه 37.5. 16 منهم 15 مثلا، يعني انا ما اعرفش. لا يعني لو حسبناها في المباراه الواحده كل 90 دقيقه فرجاني ساسي بيروح على الجون كم مره، هتلاقي ان هم اكتر من محاولتين. عمرو السوليه بيروح اكتر من محاوله. معدل قطع الكرات، طبعا الدور الهجومي واضح ان فرجاني ساسي بيتفوق على السوليه، لكن الدور الدفاعي واضح ان عمرو السوليه بيتفوق على فرجاني ساسي. عمرو السوليه معدل قطع الكرات ليه في الماتش الواحد 9.5، لكن فرجاني ساسي 6.1. بالنسبه لارتكاب الفاولات، ساسي بيرتكب فاولات كتير جدا 46 فاول، عمرو السوليه عامل 26. وده اللي بياكده هنا ايه، ان فرجاني ساسي رغم ان هو نقطه قوه كبيره جدا، لعيب بيعرف ازاي قائد، ازاي يقرب من زمايله، ازاي يدي التمرير الطولي سواء في ظهر علي معلول او في ظهر محمد هاني، الا ان هو بيمثل نقطه ضعف، وده اللي هنشوفه في الصور. طيب احنا بنتكلم دلوقتي دي اجواء ما او مباراه النادي الاهلي والزمالك واستعدادات النادي الاهلي الجزيره مره اخرى زي ما حضراتكم شايفين. الحاجات دي احنا بنحب نخلي دايما حضراتكم معانا تشوفوا ماذا يحدث في كل فروع النادي الاهلي، سواء هنا وبعد قليل هنجيب لحضراتكم مدينه نصر، وان شاء الله قريب السنه الجايه تبقى في التجمع الخامس وتبقى الامور موجوده في او كاميرات قناه النادي الاهلي موجوده في كل فروع النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين دي بعض من استعدادات فرع النادي الاهلي في الجزيره لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. خلينا ويندو كده، يعني الناس برضو تشوف ماذا يحدث في فرع الجزيره. الصور بس بتاعت فرجاني ساسي، لو فرجاني ساسي رغم ان هو نقطه قوه الا ان هو بيمثل نقطه ضعف. بمعنى ايه؟ حاجتين. من الناحيه الدفاعيه سهل جدا ان هو يمرر غلط بمجرد ان انت ضغطت عليه، عشان كده قلت لحضرتك انا محتاج لاعب
يقرب من دايما من فرجاني ساسي بالضغط عليه بسهل جدا يديك تمريرات غلط. أيوه. تاني حاجه فرجاني ساسي الارتداد الدفاعي بتاعه مش قوي، يعني بص حضرتك ده الماتش الاخير كنت بتفرج على ماتش تونس والجزائر، الماتش الاخير اهو تمريره بالخطا من فرجاني ساسي عشان بغداد بنجاح ضغط عليه كانت هتبقى هدف لمنتخب الجزائر. الصوره اللي بعدها برضه اهو فرجاني ساسي ارتداد الدفاع بتاعه. معلش يا دكتور قبل برضه ما نكمل خلينا برضه على الشاشه كده زي ما هي، انا عايز بس اقول لحضراتكم ان طاقم التحكيم الروماني بالكامل الان في ارض ملعب برج العرب يتفقد ارضيه الملعب، وهنقول لحضراتكم برضو بعد قليل ماذا سيحدث او ماذا قرر طاقم التحكيم الروماني. هو دلوقتي حاليا طاقم التحكيم الروماني في ارض الملعب يتفقد ارضيه ملعب برج العرب الذي ستقام عليه المباراه. نكمل يا دكتور. زي ما عرضنا الصوره هنلاقي فرجاني ساسي هنلاقيه سهل جدا ان انت تعدي منه، الضغط أيوه. بتاعه معدل الضغط بتاعه مش قوي، معدل قطع الكرات بتاعه زي ما قارنا ما بينه وما بين السوليه، السوليه اعلى بكتير في الدور الدفاعي. ايوه. فده لازم نستغل الحته دي، ان تضغط على فرجاني ساسي بيرتبك بالضغط الارتداد. لو عرضنا الصوره اللي بعدها هنلاقيه برده هدف طلاع الجيش ما ضغطش بشكل كويس على احمد سمير، واحمد سمير اخذ اريحيته في الشوطه سدد وجابها جون. فواضح ان فرجاني ساسي زي ما اتكلمنا ان اوباما نقطه قوه وقلنا كهربا نقطه قوه وقلنا ساسي نقطه قوه، الا ان كل دول بيمثلوا نقطه ضعف. سواء اوباما اللي هو لعيب مزاجي لو مش في حالته بيخرج بره الماتش تماما، كهربا الدور الدفاعي بتاعه ضعيف جدا، اللاعب الثالث فرجاني ساسي قلنا ان هو لعيب مهم جدا ولعيب ترمومتر الفريق نادي الزمالك واهم من اهم اللعيبه، اللي ان الدور الدفاعي برضه بتاعه مش قوي. ده يمكن ابرز نقاط القوه. لو اتكلمنا بقى ازاي نادي الزمالك استقبل اهداف ال 20 هدف اللي جابوهم في الدوري، ازاي استقبلوهم؟ دي حاجه مهمه جدا برضه، ازاي نادي الزمالك استقبل ال 20 هدف. هنلاقي ده الرسم معانا اهو، هنلاقي ان العلامه الصفراء اللي هي رقم 3 هنلاقي ان هم استقبلوا 25% تمرير طولي في العمق، ودي حاجة مهمة جدا. ربع أهداف اللي دخلت في شباك نادي الزمالك تمرير طولي في العمق، لازم تعمل تمرير طولي في العمق مهم جدا. 15% تسديدة من خارج منطقة الجزاء، 15% عرضيات من عند عبد الله جمعة، 15% ضربات جزاء، كرة عرضية من الجبهة اليمنى على القائم القريب من ناحية حمدي النكاز، يعني من ناحية عبد الله جمعة بتيجي عرضية، من ناحية حمدي النجاز عرضية على القائم القريب. ده اعتماد نادي الزمالك على العرضيات. لا ده الأهداف اللي استقبلوها. اللي استقبلوها. هتلاقي إن الأهداف لو عرضنا الصورة اللي بعد كده أهم نقطة في الكلام ده كله التمرير الطولي في العمق. أهو أول صورة بص حضرتك هدف اللي جاي فيهم في وادي دجلة. كل الصور ديت أهداف دخلت شباك نادي الزمالك، تمرير طولي أهو. تمرير طولي اللي عندهم دايماً حمدي النجاز بيسرح، عبد الله جمعة بيسرح. القلبين الدفاع بتاعهم بيسرحوا، فالتمرير الطولي سواء من ورا الباكات او ما بين السرد باك وما بين الباك، فادي اول صوره. الصوره اللي بعدها برضو تمرير طولي هدف في خلال في حرس الحدود، ايدو موسيس اخذها ما بين محمود علاء والونش وراح على الجون جاب جول. ادي تمرير طولي. الصوره اللي بعدها برضو ادي ماتش تاني ده بتاع النجوم، صلاح امين اخذها ولعبها وريحها. كل الصور كربونه تمرير طولي. يعني احنا لازم النهارده ناصر ماهر يكون عامل مهم قوي في حته الرؤيه، لازم تحركات مروان او ازارو او اجايه اهو. ده برضو هدف في بيراميدز، تمرير طولي اتلعبت من ورا حمدي النجاز. ايوه. كل الاهداف ديت بقى اللي بعدك، يعني كل الاهداف اغلب الاهداف اللي دخلت نادي الزمالك تمرير طولي في العمق. الثغره الثانيه بطء الارتداد الدفاعي لحمدي النجاز. أيوه. انا نفسي حمدي، رغم ان حمدي النجاز لعيب مميز جدا هجوميا، الا ان هو دفاعيا ضعيف جدا سواء في الكرات العرضيه، سواء في التغطيه العكسيه، سواء في الارتداد الدفاعي، بيرتكب ضربات جزاء كتير جدا لانه لعيب طويل وسهل جدا ان انت تلبسه ضربات جزاء. فانا شايف ان حمدي النجاز ثغره كبيره جدا، والنهارده اجايه لو لعب عليه هيبقى نقطه قوه كبيره جدا باذن الله. يعني اجايه لو لعب على حمدي النجاز ان شاء الله يعمل عليه ماتش كبير. يعني بص حضرتك ده هدف في جور ماهيه، حاله من السرحان. يعني حمدي النجاز دايما عنده حته التغطيه وحته الارتداد ضعيف فيها جدا، وانت حضرتك باك يمين وتقدر يعني توصف. عايزين ناخد اخر حاجه بقى معانا النهارده، مقارنه بين الثنائي الاكثر مشاركه للفريقين في القمه. حسام عاشور النجم الكبير حسام عاشور شارك في القمه طبعا، دوري وكاس وبطوله افريقيه وبطولات افريقيه وكل شيء 37 مباراه. اما طارق حامد شارك في 11 مباراه قمه او 11 مباراه ما بين النادي الاهلي والنادي. حسام عاشور 33 سنة. حسام طارق حامد 30، يمكن ما تحسش الفرق ده. اكمل بس وبعد كده سيبك تتكلم حضرتك. فاز في 21 مباراة، حسام عاشور فاز في 21 مباراة، تعادل في 10، خسر في 6 مباريات. طارق حامد فاز في 5، تعادل في مباراة، خسر في 5 مباريات. في تحس ان فرق السن، يعني حسام عاشور طارق حامد 30 سنة كتير برضه.
يعني فطبعا مش بكوره، بس طبعا ما تحسش ان طارق حامد 30 سنه. حسام عاشور 33، زي ما قلت لحضرتك حسام عاشور لعب 37 ماتش قمه. اكتر لاعب تقريبا في الملعب، هو اكتر لاعب في الملعب لعب مباريات قمه. حسام عاشور لعب 37 مباراه، فاز في 21، اتعادل 10، خسر 6. نسبه فوز حسام عاشور في المباريات 57%، نسبه كبيره جدا. حسام عاشور انجازاته طبعا الناحيه الثانيه، طارق حامد لعب 11 ماتش، كسب 5 وخسر 5 وتعادل 1. نسبه الفوز بتاعته 45% بس. هنلاقي طبعا القاب حسام عاشور فارق كبير جدا، حسام عاشور عنده 11 دوري اللقب. طيب ده واحنا بنتكلم يا دكتور، ده لحظه اللاعبين وهم متجهين الى اتوبيس المباراه او الاتوبيس اللي هينقلهم من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. زي ما حضراتكم شايفين هشام محمد، معظم اللاعبين متواجدين، ادي كريم ندفت هم خارج القائمه ولكن متواجدين لمؤازره اللاعبين وليد ازارو او محمد الشريف وصلاح محسن ووليد ازارو زي ما حضراتكم بالظبط كده شايفين وصالح جمعه. اللاعبين الان او اللاعبون الان بيتجهون الى اتوبيس المباراه للانتقال الى ملعب المباراه. بالتوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله طبعا لكل لاعب النادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله نرى مباراه تليق باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير. وكالعاده زي ما حضراتكم شايفين اتوبيس بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا وحاجه حلوه جدا، وكاميرا قناه النادي الاهلي دايما بتكون مع حضراتكم من كل الاماكن ومن كل حته، ونوري حضراتكم على الهواء مباشره ماذا يحدث في فندق الاقامه. مع حضراتكم طبعا ده على الهواء مباشره، ادي كابتن سامي قمصان وكابتن حسين عبد الدايم، واعتقد اللي بيجري ورا ده خدها خطوه واحده اهو، ده الشناوي. ما خطوه واحده ده يبقى الشناوي على طول. مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي وسيرخو المدرب المساعد لمستر لاسارتي، ده سواق الاتوبيس بقى مش عارف. طيب فده طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الهواء مباشرة بننقل لحضراتكم كل ما يحدث أو حتى طبعا الوصول إلى ملعب المباراة. طيب دكتور أحمد، أخيرا تتوقع النهاردة إن شاء الله من سيفوز النادي الأهلي إن شاء الله؟ النادي الأهلي إن شاء الله لو أجايه بإذن الله إن شاء الله، يعني إحساسي كده إن أجايه إن شاء الله أجايه بتاعه أجايه، وجيرالدو لو نزل الشوط الثاني ممكن يعمل ثغرة ناحية عبد الله جمعة وأجايه يعني. وطبعا التمرير الطولي في العمق، يعني محمود علاء النهارده لو لعب بالقناع اعتقد ان مروان مصر تلعب بمين الاول بسرعه جدا كده؟ انا جيرالدو ناحيه عبد الله جمعه على طول، يعني التشكيل محمد الشناوي، ايمن اشرف، سعد، ناحيه اليمين هاني، ناحيه الشمال معلول، اثنين ارتكاز، افضل عمرو السوليه وفتحي لان فتحي الورك ريت بتاعه والشخصيه والخبره اكتر، ناصر ماهر قدامهم، افضل جيرالدو ورمضان صبحي واجايه قدام، انا افضل كده. ومروان محسن ينزل الشوط الثاني يبقى ورقه، لو حصل حاجه لا قدر الله تقدر ترجع ناصر ماهر ورا وتنزل مروان زي ما عملنا في مباراه الجونه، دي وجهه نظري. لكن ممكن تكون وجهه نظر لسارتي ان هو هيبدا بمروان واجايه ورمضان ويعمل سويتشات، السويتشات دي بتبهدل اي دفاع يعني. بالظبط كده، نتمنى يا رب ان شاء الله ان تكون مباراه جيده تليق باسم الفريقين. طبعا التشكيل اللي قاله برضو احنا بنكرر وبنعيد كل الكلام ده كل شويه، التشكيل اللي قاله دكتور احمد ده تشكيل يعني هو يتخيله حتى الان، مفيش اي تشكيل رسمي نزل للنادي الاهلي، واول ما ينزل تشكيل رسمي هنقوله لحضراتكم من خلال قناه النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا دكتور، وان شاء الله نتقابل بعد المباراه يا رب التوفيق ان شاء الله، ارقام كثيره جدا ما بعد المباراه. شكرا جزيلا للدكتور احمد ثابت. الفقرة الثانية أو الفقرة القادمة هيكون معانا النجم الكبير كابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان عنده علامات استفهام كبيرة جدا وكثيرة جدا على حكم المباراة. بعد الفاصل هنستقبل الكابتن سمير عثمان ونشوف بقى هو ليه حاطط علامات استفهام كثيرة على طاقم التحكيم لهذه المباراة.